تدخلنا في تجربة ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لكن نجنا من الشرير. سلام لكم. ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تنبعث الشكوك في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، فأنا هو بنفسي. المسوني وتحققوا. فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. عندكم هنا ما يؤكل؟ هذا الذي كلمتكم به وأنا ما زلت بينكم. أنه لابد أن يتم كل ما كتب عني في شريعة موسى والأنبياء والمزامير، هكذا قد كتب، وهكذا كان لابد أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث.